وان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله المصريين ان شاء الله ربي يثبتهم وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يرافقوا والنصر اللي حولها قريب باذن الله. مصطفى راني جاي باش 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 نقول لهم يفتحوا القنوات الاسلاميه اللي سكروها وجاي باش النصر الراجل المظلوم هذا مسكين حافظ كتاب الله وحطوا في عوضه واحد علماني كلب. الاسلاميين اثبتوا انهم هما اللي كانوا متهمين انهم هما ضد الديمقراطيه اثبتوا انهم الوحيدين الديمقراطيين في حين ان مدعي والمتشبقين بالديمقراطيه يريدونها حربا يريدونها انقلابات وفي كل الحالات هما باش يخسروا. بصوره الطهاري بعد المكتب التنفيذي الرابط الوطني لحمايه الثور. الوقفه الاحتجاجيه هذه هي وقفه مع شرعيه وقفه ضد الانقلاب العسكري اللي قام به السيسي. العديد من الاطراف توا قاعده تخمم وتفكر وتسعى عن طريق حمله تمرد يحاولوا معناها يجيبوا ما يحدثوا في تونس ما صار في مصر. نقولوا لهم ان الروابط الوطني لحمايه الثوره وشباب الثوره ورجال الثوره وشرفاء تونس مستعدون وحاضرون للتطهير وانه ما يمكنش وما يحصلش اي انقلاب في تونس لكون الامن والجيش تونس شرفاء ما همش خونه مثل السيسي اللي جاب برادعي عميل بني صهيون. والله باذن الله اللي صار في مصر هو يعني يقوينا وشعبيه الدكتور مرسي زادت ظهرت وتقوات. ثم احنا شو نقولوا؟ ثم شعب قرر، شعب قال انا عندي اراده والصندوق. من كان يستطيع ان يختطف اراده الشعوب مره ثانيه بالانقلابات هذا لن يكون، والشعوب لن ترضى بذلك مهما كانت الشعوب سواء كانت في الطيار الاسلامي او طائره اخرى. وننتظر يعني عوده